السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على بسبوسه بالكريمه، كتجي لذيذه بزاف، مكونات جد بساط وكذلك طريقه سهله. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وكذلك انتظروني كل يوم مع الجوج غادي نقدم لكم وصفات مختلفه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم تتابعوا معايا الوصفه. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاجوا في الطبعه الاولى، عندي هنا غادي نعبر دائما بنفس الكاس واللي هو كاس ديال العنبه، عندي كاس ديال السميده الرقيقه، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، جوج البيضات، ياغورت بنكهه الفاني، خميره واحده فاني، وعندي كذلك عبصه ديال الملحه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. دابا ندوزو لطريقه التحضير. دابا غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نهرس فيه جوج ديال البيضات. بسم الله. غادي نزيد عليهم فاني، حبيسه ديال الملحه، غادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيده. صافي غادي نطرب كلشي مزيان. صافي الخليط ديالي ها هو تخلط مزيان. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، ياغورت بنكهه الفاني، وغادي نخلط كلشي مزيان مره اخرى. الخليط ديالي تخلط مره اخرى مزيان، غادي نضيف ليه خميره الحلوه فيها 8 غرام، غادي نغرب لها، وغادي نضيف كاس ديال السميده الرقيقه، يعني السميده ديال الحلويات او ديال البغرير. صافي غادي نخلط مره اخرى مزيان. غادي نتاكد ان الخليط ديالي تخلط مزيان، كيف كتشوفوا كيكون على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ المول ديالي وغادي ندهنوه بالزبده ونرشو بشويه ديال السميده، كنرشو بشويه ديال السميده الرقيقه. صافي دابا غادي نخوي فيه الخليط ديالي من بعد ما نحركو مره اخرى مزيان، وغادي ندخلها للفران كنشعل عليها غير من التحت. صافي يعني العافيه تكون من تحت البسبوسه ديالنا. بسم الله. باش تاخد الشكل ديال المول. دابا غادي ندوزو للطبقة الثانية واللي غادي نحتاج فيها نص اترو ديال الحليب، ثلاثة المعالق كبار ديال النشا، ثلاثة ديال الجبن مربع، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وياغورت مسوس. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو لطريقه. دابا غادي ناخذ كاسرونه، غادي ندير فيها نص اترو ديال الحليب، نزيد عليها ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، ثلاثه المعالق كبار ديال النشا، واحد جوج يكونوا عامرين مزيان. غادي نخلط كل شيء مزيان وغادي نديرو فوق البوطه حتى كيعاد ونحيدو من فوق البوطه. دابا كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالي ها هو عاد، غادي نضيف ليه جبن مربع، نقطعو شويه بحال هكا، ثلاثه الا كان عندكم ديال العلبه ممكن تستعملوا منه واحد ثلاثه المعالق كبار. غادي نخلط كل شيء مزيان باش هاد الجبن يدوب لينا في الكريمه اللي وجدنا في الاول. كنضغط شويه وغادي نضيف كذلك الياغورت مسوس، ولكن حتى نتاكد ان الجبن داب. صافي دابا غادي نضيف ياغورت مسوس. بسم الله. وغادي نخلط كل شيء مزيان. دابا كيف كتشوفوا معايا البسبوسه ديالنا هي تهمرات من الجناب
هكا كنتاكدوا انها رطبت من التحت. غادي نخويو الكريمه ديالنا من الفوق. كيف شفتوا كنخليوها بيضه من الفوق، ما كنحمروهاش. غادي نخوي الكريمه وغادي نوزعها على المول كامل. غادي نوزعها على المول وغادي ندخلها للفران. غادي نشعل عليه غير من الفوق، يعني العافيه تكون من فوق الكريمه. حتى كنقيسوها كتبان لينا شدات راسها وكنخرجوها باش نديرو الطبقه الثانيه والاخيره، الثالثه عفوا والاخيره. غادي نسرح الكريمه ديالي ونرجعو معكم من بعد. صافي دابا من بعد ما عديت الكريمه على المول كامل غادي ندخلها للفران. كيف سبق ليا ذكرت غادي نشعل العافيه غير من الفوق حتى كتبان لي الكريمه شدات راسها ونخرجها باش ندير الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي تكون نفس الطبقه الاولى، ولكن غادي نعاودها معكم. غادي نحتاج هنا ياغورت بنكهه الفاني، نص كاس ديال زيت المائده، غادي نعبر دائما بكاس العنبه، كاس ديال السميده الرائعه، جوج البيضات، نص كاس ديال السكر سنيده، خماره، فاني. غادي نحتاج قبصه ديال الملحه. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو للطريق. غادي نهرس جوج بيضات، غادي نضيف ليهم نص كاس ديال السكر سنيده، فاني، حبيسه ديال الملح، غادي نخلط كلشي مزيان. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، غادي نخلط مزيان. غادي نضيف ياغورت بنكهه الفاني، غادي نضيف كاس ديال السميده الرائعه وخميره فيها 8 غرام. غادي نخلط كلشي مزيان. صافي غادي نخلط كلشي مزيان ونتسنى حتى كطيب، يعني كتجمد لينا الطبقه الثانيه ديال الكريمه، وغادي نضيف هاد الطبقه الثالثه. كيف كتشوفوا معايا هنا الكريمه ديالي راها جمدات. دابا خويت عليها الطبقه الثالثه، ما كنخليوهاش حتى تتحمر، غير كتجمد صافي. كيف كتشوفوا غادي ندخلها مره اخرى للفران. مازال غادي نشعل عليها غير من الفوق صافي، ولكن العافيه تكون مهيله شويه باش هاد الطبقه الثالثه حتى هي تطيب مزيان. عصفونه غادي ندير غير هكا. صافي غادي ندخلها دابا للفران ونطلعو ان شاء الله من بعد ما طيب. دابا وجدت السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه ديالنا. خديت هنا كاس لاروب ديال الماء مع واحد 4 معالق كبار ديال السكر السنيده وخليتهم حتى غلاو. كيف كتشوفوا غادي نسقيو بهم البسبوسه ديالنا. صافي هذه هي البسبوسه ديالنا. من بعد ما سقيتها زينتها بالكوك وباللوز افيلي. كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. وغادي نعطيكم كنصيحه، هي ان هاد الوصفه بالنسبه للطبقه الثالثه يعني كطيب بسرعه، ردوا معها البال وصافي. ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد، ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك الضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد. ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.